ضمن فعاليات أسبوع البلدة التي دشنتها الهيئة العامة للآثار والمتاحف بحضرموت، أقيمت بمتحف المكلا فعالية الرسم الحر للكبار والصغار، نظمتها أكاديمية ملتقى الفن. نشاط اليوم يندرج تحت اسم الرسم الحر أو اليوم الفني المفتوح، وهو ضمن أنشطة التي أقمناها في متحف المكلا ضمن موسم أو ضمن مهرجان البلدة الذي يقام في متحف المكلا. والرسم الحر استضفنا فيه مجموعة من الفنانين الشباب، وأيضا استقبلنا العديد من الأطفال المشاركين في الرسم الحر، وتركنا للجميع أكيد المجال. الصغار والكبار هنا اجتهدوا في رسم لوحات فنية وإبداعية متنوعة. البحر والقهوة وأدوات الاصطياد طغت رسوماتها في هذا المعرض، إلى جانب الكثير من الإبداعات التي لامست شغاف قلوب الزوار أتقنتها أياد حضرمية. رسمت الرسمة دي من بعد ما دورت، لأني كنت اشتري رسمة فيها تفاصيل، يعني درجات لون، في غامق في فاتح. فمن بنت وانا كنت ادور قلت اشتري كمان رسمه سريعه، لان يمكن اقل رسمه استغرق فيها 7 ساعات، قلت مستحيل اجلس بدل المكان اجلس فيه بدل الوقت. قلت بدور على ابسط رسمه تكون التفاصيل موجوده ورسمه واضحه وسهله، حصلت هذه. ما نراه من شباب يفع ونشأ صغار يرسمون باناملهم الذهبيه تمام الجميله، ويخطون بعض اللوحات الجميله تمام للتعبير عن ما تحمله انفسهم وطموحاتهم لكي يرسموا مستقبل وآمال للغد. اللي لاحظته صراحة واللي يحسب يعني للفعالية هذه أنه دمج بين عدة أمور، يعني أنت تتكلم عن متحف زخم تاريخي، تتكلم عن فعالية رسم مواهب وإبداع، تتكلم عن موسم بلدة وزوار يأتون من خارج المكلا. فهذا المكس اللي يصير أو الجمع بين عدة محاور هو اللي يعطي انطباع أكثر من جيد عند الزائر وعند ابن المدينة نفسه كذلك. الفعالية شهدت حضوراً كبيراً للزوار ومن محافظات مختلفة، أبدوا خلالها التفاعل والإعجاب بما حوته اللوحات الفنية من جمال ورسائل معبرة. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.